All I got is so bad. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نسوي جولة استكشافية حول عالم Red Dead Redemption 2، ونشوف مجموعة من الغرائب الرهيبة جدا اللي ممكن البعض منكم يعرفها والبعض الآخر ما يعرفها. فتعالوا سويا نخش في المقطع. أولا، القطار الشبح. نعم، في عالم Red Dead Redemption 2 في قطار شبحي ما يظهر في اللعبة إلا مرة واحدة فقط، وبعدها ما يظهر إطلاقا. طبعا مكانه راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي، والقطار راح يظهر بعد الساعة 3 بعد منتصف الليل. تعالوا نشوف سويا. زي ما شفتوا القطار الشبحي مر بجنبنا، وصراحة شكله رهيب ومخيف في نفس الوقت، خصوصا انه في الليل يعني معطي له هيبة وفخامة زي ما تشوفون. طبعا القطار موجود في هذا المكان فعلا، يعني لما تقرب من القطار الشبحي الحصان راح يبدأ يتوتر ويعني يبعد عن القطار. كان الحصان يقول لك ترى في قطار هنا، ايش بك ما انت شايفه؟ يعني القطار الشبحي فعلا موجود. البعض قال انه هل بإمكانك توقف هذا القطار او لا؟ طبعا ايقافه مستحيل وابدا ابدا ما يتوقف. ايضا ترى هذا القطار تقدر تطلق عليه بالرصاص، وايضا لما تطلق عليه راح تسمع صوت الحديد، يعني فعلا وحقيقة القطار موجود في هذا المكان. طيب، في نظريات كثيرة حول هذا القطار، البعض منها يضحك والبعض الاخر مقنع، خلونا ناخذ بعضها. اول نظرية انه في عدد كبير جدا من ركاب هذا القطار ماتوا فيه بسبب حدوث تصادم بين قطارين، لانه لو تلاحظون القطار الشبح يمشي عكس القطار الأصلي، فممكن حدث تصادم بينهم ومات عدد كبير، وأرواح هذول الموتى ما زالت في القطار، لذلك أنت تشوف هذا القطار الشبح. النظرية الثانية إنه أيضا الركاب ماتوا لسبب ما. البعض قال انه الشبح لما يجي لعالمنا يكون هدفه انه يخلص شيء معين ويقوم بشيء معين في هذا العالم، لذلك سائق القطار عاد لهذا العالم عشان يوصل كل شخص لوجهته. واللي قوي هذه النظرية انه القطار يظهر مرة واحدة فقط، يعني فعلا سائق هذا القطار عاد لهذا العالم عشان يوصل كل واحد لوجهته، بعدها اختفى ولم يعد إطلاقا. وهذه النظرية صراحة النظرية قوية، وأنا أروح مع هذه النظرية. النظرية الثالثة يعني صح انها نوعا ما ضعيفة، لكنها صراحة رهيبة، ويعني خذوها مني طرفة. البعض قال انه هذا القطار هو قطار بيج سموك في لعبة سان أندرياس، وانه هذا القطار فيه له إشارة للأسطورة بيج سموك. All we had to do was follow the damn train, CJ. All we had to do was follow the damn train, CJ. All we had to do was follow the damn train, CJ. All we had to do was follow the damn train, CJ.
طيب خلونا ننتقل لمكاننا الغريب الثاني. في هذا المكان راح تحصل رجل ماخذ وضعية ذيب ويحسب إنه ذيب. Listen, friend, I'm sorry about your companions. زي ما شفتوا كان يعيش مع الذئاب، والظاهر انه كان عايش معاهم لفترة طويلة جدا، لدرجة انه حركاته صارت غريبة وصوته جدا غريب ويعني ينرفز نوعا ما، يعني تحس انه حركاته وافعاله زي الذئاب. طبعا زي ما تعرفون اللعبة مليئة بالمرضى النفسيين، سواء اللي حس بنفسه شيطان او مثلا مصاص الدماء او غافين او غيره من الاشخاص الاخرين، فاتوقع انه هذا المختل ايضا احد المختلين في اللعبة، وهذا انا صراحة اشوفه اول واحد فيهم ويتصدر الاختلال. بالنسبة للشيء الغريب الثالث راح يكون في نيو اوستن. طبعا لما تيجي للمكان راح تحصل منطقة نوعا ما محروقة، والأرضية سوداء ناتجة عن حريق ما زي ما تشوفون. وأيضا لو تلاحظون في بقرة ميتة أو بقرتين ميتة، وأيضا لو تلاحظون أكثر راح تحصل في جثث لناس معينة ميتين أيضا في هذا المكان. لكن الأمر الغريب إنه البقر والجثث والأرضية كلها تدخن وتدخن زي ما تشوفون، يعني قاعدة تطلع دخان معين. صراحة في أمر غريب حدث هنا، أحس إنه في شيء أكبر من إنه حادث وفقط. وعشان نستكمل موضوعنا لازم يكون جو هذا المكان ممطر وفيه رعود عشان نقدر نفهم الوضع. تعالوا نشوف سويا. زي ما شفتوا جاتنا صاعقة زي اللهب وقتلت آرثر زي ما شفنا، وهذا يخلينا نفهم الموضوع أكثر. اللي صار هنا بكل بساطة يا لهبيين إنه هذول الأشخاص كانوا ينقلون البقر لمكان معين، وفي وقت ماطر ورعدي قوي أثناء مرورهم من هذا المكان أصيبوا بصاعقة قوية جدا وماتوا موتة حديثة زي ما تشوفون، لذلك حنا نشوف الدخان يطلع منهم. طيب بالنسبة لمكاننا الرابع،
لما تجي لهذا المكان راح تحصل بقايا مخيم من أغراض وصناديق وبعض الأشياء القيمة، لكن حنا ما علينا في الأغراض وزي كذا. الأمر الغريب هو هذه العربة. زي ما شفتوا طلع فخ فخ زي اللهب، ويا جماعة طحنا في الفخ ومتنا زي ما تشوفون. يعني يا لهبيين خلوكم ماخذين بالكم في عالم Red Dead Redemption، لأنه روكستار حاطة أفخاخ كثيرة في عالم Red Dead Redemption بشكل كبير. أنا صراحة أول مرة أقابل فخ في هذا العالم، ما أدري هل أنتوا يا لهبيين قابلتوا فخ آخر أو لا، اكتبوا لنا في خانة التعليقات. طيب هذه هي رحلتنا الاستكشافية لهذا اليوم، شاركونا في خانة التعليقات آراءكم، إيش أفضل شيء عجبكم من مقطع اليوم، وأيضا إذا قابلتوا أشياء غريبة في عالم Red Dead Redemption اكتبوا لنا إياه في خانة التعليقات. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.